يا إله نال من يكرمشتي من الثواب يسوع فاتح سورة غاسطة ثواب برد پاک ثواب يا الله في سامن جو انتظام اهتمام کیا ہے يا الله جس کے والے سب کے برسی پروردگار آمین يا الله ان کو بڑی کی رحمت عطا فرما ان کے فیضان سے ہم سب کو مالا مالا عطا فرما يا الله ان کے روح کے سب کے میں اس گاؤں پر اس وادی پر اس وقتی پر مالا ہم عطا فرما يا الله العالمين يا مهمان رسول ہیں جس کے لئے فرشتے پر بھی چاہتے يا الله ان کے سامن يا الله دعا عطا فرما يا الله پیر صاحب موجود ہیں اس مجلس میں يا الله ان کے سکون يا الله دعا عطا فرما اعمال صالحہ کی توفیق بخش يا الله لنگرات میں بنانے میں ترتیب میں اگر کسی قسم کی کمی یا الله معاف عطا فرما اپنے بارگاہ کرم میں قبول عطا فرما يا الله یہ دیر فکر آنے والے صاحب کر نصیب عطا فرما جن لوگوں نے یا الله اپنے طرف سے نیاز پیش کیا سب کے نیاز کو قبول عطا فرما یہ نیاز کے سب کے میں یا الله تمام مسلمان پر رحم کرو عطا فرما عطا فرما یا اللہ بے حساب رزق عطا فرما یا اللہ جان کی مال کی حفاظت عطا فرما یا اللہ کسی قسم کی پریشانی آنے والی ہے زمینی آسمانی آبی خشکی پریشانیاں یا اللہ اس کے عطا فرما یا اللہ سختی بلا دور عطا فرما اللهم اغفر لجميع من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله احد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له وهذا اللهم اغفر من قال لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاه وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا رحم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه آمين. 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 يا الله آمين. آمين.
خیر پردوں فرما آمین یا اللہ سب کی پانچ وقت نماز پڑھنے توفیق عطا آمین یا اللہ پاک کا فرما یا اللہ ملک فلسطین میں مسلمانوں پر بھی آمین آمین یا اللہ شہداء ہو رہے ہیں یا اللہ دن پہ دن یا اللہ مارے جا رہے ہیں ظلم و ستم نے یا اللہ آمین آمین یہ بہت طاقت کا مسلمان آمین کر رہی ہیں سب کی ہدایت آمین بولا اگر ہدایت نے قبل نے سارے میں سے نابود کر آمین ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا نبی صاحب نے نیک عمل میں یاد کر کے یا پیر مظفر شاہ پر کرم فرما آمین شفیع العالم صاحب پر کرم فرما یا اللہ آمین آمین یا اللہ جو چھوٹے بچے بڑے جو بھی ہوتا مرد ہیں سب پر کرم فرما آمین یا اللہ جو بھی اس نے کرم آمین دعا بھی کرے جی زیبر گمیا راجے بھی ہے یا اللہ جن جن کوئی مشکل پڑ گئی یا اللہ جو چیز کمی ہے یا اللہ اس پاک نے لحاظ کر یا اللہ صحیح برامد ہونے میں یا اللہ کوئی وجہ عطا فرما جو بھی راجا سانا تصدق جو بھی راجا سانا تصدق اسے اللہ سب پر کرم فرما آمین اللہ سب مسلمانوں ایک اور نیک کر اکل و ہدایت عطا فرما آمین دوسرے نے عزت و احترام کریں تو توفیق عطا فرما آمین یا اللہ چوریاں تو چوریاں تو بدکاریاں تو محفوظ کر آمین یا اللہ مسلمان نے اندر اپنا ڈر اپنا خوف عطا فرما آمین نمازی بن قرآن خوان بن اور حق اور سچ بولنے توفیق عطا فرما آمین جڑے گندے شیطانی کام ہیں یا اللہ شراب خوری نشہ خوری یا اللہ محمد آمین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم آمین نفسی ظلم الاسر و نفر 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 ظلم الاسر آمین آمین اللہ جو بھی پاک نام پڑی گئی ہے میرے بولا دینے کرنے کے بارے میں بھی کہتے ہیں نمبر ایک کے لیے اللہ کے بخشش جو تجھے عطا فرماتا آمین 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 اللہ کا بخشیا کے حبیب نے حسینہ کو لوگوں کو میرا مدد سے عطا فرماتا آمین آمین کو گڑیا تو تو بچا شیطان کے شر آمین 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 جتنی بھی زمینی آسمانی افاتوں میں ساری کو پریشانیوں کو معاف فرما ہر مومن مسلمان کی مدد اپنے غیب نے خزانے سے آمین ہر مومن مسلمان نے دل کی سطح کی نہ کاٹ کے ٹھیک اور ایک کر آمین آمین مولا ہر مومن مسلمان کے صحیح صراط المستقیم میں رسنے توفیق عطا فرما آمین صلی اللہ تعالی علی آخر خلق محمد و آل محمد ایک تھوڑی الحمد للہ رب العالمین
العاقبة للمتقين الصلاة والسلام على رسول حبيبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب إلي مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم الحاسدين فانصرنا على القوم المنافقين فانصرنا على القوم الساهرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لننا من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا الله حل كل مشكلات يا الله حل كل مشكلات يا الله حل كل مشكلات يا الله تو قادر بالله ما عاجز والله يا الله قم عز دل معمر دوار يا الله حاجات حاضران برار يا الله حاجات مريدان ومخلصان وخادمان محبان دوستان وسائلان رشتداران برار اللهم ارزقنا شفاء سيد المرسلين وحماية عناية وسالة رفاقة حفاظة سيد المرسلين يا الله ارحم حالنا يا أرحم الراحمين يا الله ارحم حالنا وارحم عيالنا يا الله ارحم حالنا وارحم أولادنا يا الله اغفر ذنوبنا يا غفار الذنوب يا الله استر عيوبنا يا ستار العيوب ربنا تقبل دائما كرنا من الآيات بينات وصلوات الزاقيات كلمة تهليلات سورة معظمات درود الزاقيات ختم الأنبياء ختم البير بيرا ميرا مهودين شيخ سيد عبد القادر جيلاني مقيم الأمين وختم الشفاء روحي برفتوني جناب أحمد مجتبى محمد رسول الله صلى الله على علي وصحبه وزواجه والزرية أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والأخوات وتفضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عيل الدرجات وتبلغنا بأقصى الغايات من جميع الخيرات في الحيات وبعد الممات يا قاضي الحاجات يا طافي البليات يا حل على المشكلات يا منعز البركات يا مجيب الدعوات يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب يا مسبب الأسباب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Sí, deben ir.
اهلا و سهلا بكم.